الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا سبق وحكينا قبل كده في موضوع لوجيكال اوبريتورز ان انا عندي اثنين اساسيين لكن ممكن اشكل عليهم اوبريتور ثالث وده اللي راح يحصل دلوقتي. راح نحاول نصيغ يا جماعه الاكس اور اوبريتور. مقاما كده عايزين يعني حبه كده مراجعه بشكل سريع علشان ايه نأصل شويه مفاهيم لغايه لما نوصل للاكس اور. اولا كان معامل ارتباط ماشي اوكي اخذنا نوعين من انواع معاملات الارتباط المنطقيه معامل ارتباط منطقي اند ومعامل ارتباط منطقي اور. قلنا اند علشان يتحقق لازم ان السطر بالكامل كل الكونديشنز اللي فيه تبقى سليمه علشان الشرط الموجب يتحقق. في اور في حاله اي واحد من الشروط اللي موجوده اللي بيربط ما بينها اللوجيك كونديشن اور اتحقق او كل الشروط اتحققت فبالتالي النتيجه الموجبه راح يتم تنفيذ الكود الموجود جوه النتيجه الموجبه. حلو. طيب لو انت معاك اربع متغيرات ها الاربع متغيرات دول حضرتك عايز لما اتنين يساووا بعض بس مش شرط الاتنين اللي بيساووا بعض يساووا الاتنين التانيين النتيجه تطلع موجبه او يتم تنفيذ الكود اللي موجود في الشق الموجب من الشرط وده بالظبط السبب اللي دفعنا ان احنا نستخدم الاكس اور اوبريتور. طيب جميل جدا خلونا كده قبل ما ندخل في الاكس اور اوبريتور وتنفيذه عايزين ندي هنت صغير نراجع بيه على موضوع النوت اوبريتور عشان نفتكره بشكل سليم. المثال ده هيساعدني كتير في اني اوضح المفهوم بتاع الاكس اور ديت يا شباب. فبالله كيب فوكس معايا اللحظات كده. بنقول ايه؟ انا عندي اربع متغيرات ايه 5 ب 5 سي قيمته 4 ودي قيمته 4 ورحت مستخدم جمله اف وقلت والله بصوا يا جماعه نص الشرط الاول بيكون عباره عن الاي ايكوفالنت البي. يعني لما تكون قيمه الاي القيمه الموجوده في الاي بتساوي القيمه الموجوده في البي. حلو جميل خالص. وباستخدمت معامل ارتباط منطقي النوت ها بعدين سي ايكوفالنت الدي لما تكون قيمه السي نفس القيمه الموجوده في الدي. في حالة ان انت بتحاول تقول له ايه بص يا سيدي انا لما كنت بستخدم الاوبريتور اند كنت بقول له والله لما الاثنين دول يتحججوا نفذ لي الكود. انا لما استخدمت الاوبريتور نوت قلت له والله لما الاثنين دولت يتحججوا نفذ لي الشق اللي من تحت. يعني انا مش عايزهم يتحججوا ها انا مش عايزهم يتحججوا لاني عايزهم منفيين. فهمني ده بالنسبه للاوبريتور نوت. انا قلت كده الاوبريتور نوت بيعكس القصه يعني في حاله انت عايز تعكسها مش عايزها تكون موجوده عارف انت كده. حلو اثبت لي بقى يا سيدي انت عندك الاي ايكوفالنت البي انت مش عندك الاي قيمتها بخمسه والبي قيمتها بخمسه طب ومش السي قيمتها باربعه والدي قيمتها باربعه يعني الاي ايكوفالنت البي صح والسي ايكوفالنت الدي صح. طب هو مديني نو ليه ومش مديني يس ليه؟ لاني انا مستخدم الاوبريتور نوت. انا قلت له والله يا جماعه لما القيم دي ما تبقاش زي دي ها يعني اعمل لي طلع لي ليس. طيب توضح امتى؟ لو انا استخدمت مثلا اثنين وعملت كنترول اس في اثنين هيطلع ليس. ليه بقى؟ اقول لك انا لاني الاي والبي حصل مشكلة هنا لأن قيمة الـ A مش زي قيمة الـ B فبالتالي ده اللي أنا عايزه بالظبط لأن المعامل الارتباط منطقي نوت ده ترجمتي لي أنا عندي أنا بربط ما بين أكتر من قيمة أكتر من قيمة لو الشرط اللي فيها ما تحققش أو أي واحدة من القيم دي الشرط اللي فيها ما تحققش عكس الأند تماما عكس الأند تماما نفذ لي الشق الموجب منها. يعني اهو لما الاي ما ساويتش البي الشق الموجب اتنفذ. حلو كده؟ نفس السيناريو خلينا دي 2 طب ديت ب 2 كده المفروض ان النتيجه تطلع نو. ليه؟ لان الشرط ده متحجج والشرط ده متحجج وانا رابط بنط انا مش عايزهم يتحججوا فانا هاخد النو. حلو؟ انا لو عايزهم يتحججوا ما كنتش هستخدم الاوبريتور نوت كنت هستخدم اوبريتور تاني. ده التفسير. نفس السيناريو لو انا حطيت هنا 3 وعملت كنترول اس هيجيب لي اس. ليه؟ لأن النص التاني مش متحجج وده اللي أنا عايزه نوت إني أربط بس ما يبقوش قيم واحدة ها؟ طيب لو أنا جيت وغيرت وحطيت مثلا هنا يا جماعة 5 ورحت عامل كنترول اس يا ترى هيحصل ولا نو؟ برضه نو. ليه؟ لأن كده في الحالتين القيم اتغيرت فأنا ما عنديش ولا قيمة شبه التانية فبالتالي إيه؟ الأوبريتور نوت شغال معايا كويس خالص. حلو كده؟ حلو.
جاي. المفهوم ده كان يهمني ان هو يكون موجود عندنا قبل ما ندخل في الاكس اور اوبريتور. جميل جميل. خلنا نراجع معامله ارتباط منطقي اند مره تاني. اند لوجيك اوبريتور معناه انه علشان النص الموجب من الشرط يتحقق كنتيجه. ده بالنسبه للاند. ها لما معامل ارتباط المنطقي اند لوجيك اوبريتور معناه انه علشان النص الموجب من الشرط يتحقق كنتيجه لازم تكون جمله الشرط كلها صحيح، السطر كله يبقى صحيح. يعني تاني مثال عبد الله، يا جماعه مش رح نبدا الحفله من غير ما علي وعبد الله يجوا. طب علي جه، ها يعني نص الشرط اتحقق، نبدا الحفله؟ لا مش راح نبدا. ليه؟ لان عبد الله لسه ما جاش. طيب نبداها من الصفر تاني، عبد الله جه نبدا الحفله؟ لا برضه مش هنبداها. ليه؟ لان علي لسه ما جاش. ها طب هنبدا امتى ام الحفله دي؟ لما علي وعبد الله يدخلوا من باب البيت، والا بقى يتحقق النص السالب، نتيجه سالبه وكل واحد بقى يروح على بيته بلاها حفله النهارده. نفس الكلام يا جماعه، مش راح نبدا حفله تنفيذ الكود من غير ما الاربع اشخاص دول يكونوا موجودين، الأ والبي والسي والدي. طيب هو انت عايز من الاربعه دول ايه؟ انا عايز اقول والله اذا كان قيمه الايه بتساوي قيمه البي بتساوي قيمه معينه، ها، وقيمه السي بتساوي قيمه الدي بتساوي قيمه معينه، ها، لما يكون الاي والبي مساويين بعض بقيمه والسي والدي مساويين بعض وقيمه والاثنين دول مختلفين عن بعض، القيم دي مختلفه عن بعض، الشرط بتاعي يتنفذ. علشان كده بقى ايه كنت مستخدم الاكس اور اوبريتور. حلو. طب يا عمي ايه دخل الكلام ده باكس اور اوبريتور؟ نرجع لكورس الالكترونيك والكمبيوتر اركتكتشر. فاكره يا صبر لما كنا نقول ايه اكس اور بي؟ كانت المعادله بتاعتها بتكون اي بي داش زائد اي داش بي في جدول حقيقي، النتائج منوره لما القيم تكون مختلفه. ها يعني هي بتشتغل لما واحد من الشروط يكون متحقق والتاني ما يكونش متحقق، وهو ده بالظبط اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه يشتغل في حاله تطابق واحد من الاربع متغيرات مع واحد تاني. طيب نعملها ازاي القصه ديت يا جماعه؟ بمنتهى البساطه نعملها هنصح السطر الجميل اللي احنا منومينه ده ونعمل كنترول اس. انا عندي اربع حاجات، فار ا بخمسه، فار بي باربعه، فار سي باربعه، وفار دي باربعه. رحت مستخدم اف كونديشن. وبص يا سيدي، ادي الاند اوبريتور. انا مستخدم معامله ارتباط منطقي اند علشان اربط ما بين النصين الكاملين. ها حلو كده قوي. ايه هتعمل ايه بقى؟ اند ده معناه ايه؟ معناه ان النص ده اهو، اند ده ربط ما بين نصين، ادي النص الاولاني وادي النص الثاني ده كله. حلو. والقوس ده قفله القوس الكبير اف. حلو جميل. جوه الشرط الاولاني ده عندي شرطين. ايه هما الشرطين؟ ايه بيطابق بي او سي بيطابق دي. حلو كده. معناه ايه بقى النص ده؟ نص الشرط ده ايه؟ ها بالراحه كده، نص الشرط الاول انت عايز تقول فيه ايه؟ انا عايز اقول شرطي ده هو ان قيمه المتغير ايه بتساوي قيمه المتغير بي او قيمه المتغير سي بتساوي قيمه المتغير دي او قيمه الاربعه يتساووا مع بعض. فبالتالي عندك ثلاث احتمالات، اما ايه بتساوي بي بتساوي القيمه، اما سي بتساوي دي بتساوي القيمه، اما الاي والبي والسي والدي بيساووا بعض. يعني لو حصل اي واحد في الثلاث احتمالات دولت نص الشرط الموجب هيتحقق لاني استخدمت معامله ارتباط منطقي ايه؟ اور. حلو؟ جميل خالص، منطقي. نيجي بقى لايه؟ النص الثاني من الكود. في ايه ده يا جماعه؟ في كده ايه ايكويفالنت تو بي، ونط بربط بنط سي ايكويفالنت دي. حلو خالص. يعني بقى نص الشرط الثاني انت عايز تقول في ايه؟ يعني عايز اقول ان شرطي هو ان قيمه المتغير ايه؟ ها بتساوي قيمة المتغير بي أو قيمة المتغير سي بتساوي قيمة المتغير دي. بس كده؟ لا استنى شوية يا سيدي، ده في اوبريتور لوجيك اسمه نوت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل قيمتين متساويين مع بعض ما يساووش القيمتين المتساويين مع بعض التانيين. منطقي. هقولها تاني، كل قيمتين متساويين مع بعض ما يساووش القيمتين المتساويين مع بعض التانيين. يبقى انت عندك كام احتمال؟ عندك احتمالين، يا اما A بيساوي B يا اما C بيساوي D، وعندك ثابت ان A و B ما يساووش C و D تحت اي ظرف من الظروف. تمام كده؟ فانا لو عملت كنترول S هلاقي ان النتيجه يس. النتيجه يس ديت تمثلني ولا ما تمثلنيش؟ تمثلني، لان C و D شغالين مع بعض اربعات. فانا مش هوقف المعادله علشان اتنين شغالين، انا عايز كده، انا عايز اتنين يكونوا شغالين فالمعادله تشتغل. حلو خالص. طب لما نخلي ده مثلا خمسة وده خمسة، حلو كده، نعمل كنترول اس تطلع نتيجة برضه اس. ما انا عندي A و B شغالين،
بس دول هم اللي مختلفين منطقي. طب لما نخليهم كلهم خمسات يا برنس ونعمل كنترول اس برضه النتيجة اس، لان ايه؟ لان النص ده اتحقق. طب ما انت كان ممكن تقول لي والله انا هو لازم الشرط ده كله يكون موجود علشان استخدم القصة دي. اه بالفعل لازم أن يكون الشرط ده كله موجود علشان تستخدم السيناريو ده. بقيت القصة بتاعت اللوجيك والمسألة بتاعت ازاي تعمل زي يعني شرط كده مركب، وده بيثبت لك الباورفول بتاع الاوبريتورز بتاعت جافا سكريبت انها تعمل لك شغل جدا جميل وجدا رائع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.